السلام عليكم طلاب، وياكم الأستاذ محمد فلاح، مدرس مادة اللغة الإنجليزية في معهد بصمة نجاح النموذج. خطة تدريسنا للمادة ستكون على النحو الآتي: تبدأ محاضراتنا إن شاء الله بعد انتهاء طلبة الخامس الإعدادي من الامتحانات، يعني بدايات الشهر السادس، بواقع حال 3 محاضرات بالأسبوع. وأيضا يحصل الطالب إذا سجل يمنا على محاضرات إلكترونية هماتي وبشكل مجاني، وينتهي المنهج مع بدايات الشهر الرابع. نظام الامتحانات سيكون على النحو الآتي: امتحانات يومية، امتحانات تراكمية أسبوعية، وامتحانات نصف فاينل، وأكيد امتحانات فاينل. وبعد ما نخلص المنهج بشهر الرابع راح نبدي هماتين مراجعة، يعني أنا وياك إن شاء الله نظل للامتحان الوزاري، وأكيد متابعة مستمرة للطلبة من قبل المساعدين وجروبات خاصة لأولياء الأمور لتبليغهم بكل ما يستحق التبليغ. أنتظركم إن شاء الله دفعة 2024-2025 معهد بصمة نجاح النموذجي، وبالتوفيق إن شاء الله.